زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي عشان يطمننا على كل كواليس الفريق واستعداداته لمباراة الإسماعيلي. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل أنا متواجد في النادي الأهلي، يمكن التمرين بدأ في الساعة والنصف مساء. خليني أقول لك قبل ما أتكلم في التمرين وأكلمك عن كواليس التمرين، النهارده قريت في السوشيال ميديا إن في حريف النادي الأهلي، والنادي الأهلي في حريف كبير، والدنيا وقصة ورواية وخضينا كلنا وشفنا القصه كلها، عشان برضو اطمنك واطمن مشاهدينا. ورا المدرج الجديد في النادي الاهلي لسه اللي تحت الانشاء، حريقه يعني بسيطه جدا. النادي الاهلي عنده دهوت اداره للامن الصناعي بمدير الامن، اتعامل على طول مع القصه، جت عربيه المطار كان الموضوع خلص، مفيش الحريقه الكبيره. كانت ناتجه عن ايه دي يا شريف؟ كانت ناتجه عن ايه؟ نتجه ان المدرج تحت الانشاء لسه، وفي مواد بناء ورا المدرج، فطبعا في مخلفات بناء، فمع شده الحراره اشتعلت بعض منها. النادي الاهلي اتعامل معاها في حوالي اقل من 10 دقائق وكان الفصل تحت. كويس، بس كده، لكن الموضوع مش اكبر من كده خالص. المطافي حوالي بعديها ب 10 دقائق او 12 دقيقه بالظبط كانت الحريقه اتطفت. النادي الاهلي في هنا، والنادي الاهلي امن الاهلي مدرب على كيفيه التعامل مع الحريق، في اداره الامن الصناعي جوه النادي الاهلي على طول اللي تعاملوا مع الموقف، على طول في طفات حريق في كل مكان في جنبات النادي الاهلي على طول تعاملوا مع الموضوع. ما فيش يعني اقل من 5 دقائق، 7 دقائق بالكثير كان الموضوع خلص خالص نهائيا خالص. المطافي جت كان الموضوع خلص، بس ان عندنا برضو السوشيال ميديا مكبر الموضوع شويه، فانا حابب اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي. الحمد لله الموضوع بسيط يعني، الحمد لله جدا بسيط جدا. طيب نخش بقى في مران الفريق واستعداداته لمباراه الاسماعيلي، وابرز واهم الكواليس والاستعدادات يا شريف ايه من اللي انت شفته يعني النهارده؟ يمكن زي ما قلت لك التمرين بدا في الساعه والنصف، كان في محاضره كبيره قوي من مستر لاسابتي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، اتكلموا فيها بقى عن اخلاص خلاص او نسيان والتفكير فقط في مباراه الاسماعيلي، التفكير في الحصول على 3 نقاط، تقديم عرض قوي وحاوله احراز هدف مباشر لارباك المنافس، خلاص المنافس بالفوز للاخير ليه بدا يطمئن في وضعه في ترتيب الجدول، فخلاص هيلعب ممكن باريحيه شويه، فلازم نحسم الامور بدري لازم نهتم بهذه المباراه، مفيش تهاون او استهتار بهذه المباراه، لازم التركيز فيها يكون من اول دقيقه لحد اخر لحد 90 دقيقه يعني، ومتوقع كمان من وقت بدل ضائع. يمكن الراجل حذرهم من خطوره الاسماعيلي وحذرهم من صفات الاسماعيلي، ممكن لاعبي النادي الاهلي تقبلوا هذا الكلام. يمكن مستر لاشارتي عقد جلسه كده مع احمد الشيخ حوالي 5 دقائق بعد جلسه الكبيره مع اللاعبين، اللي شاركوا طبعا في المباراه الاخيره النهارده بيبقى تمرينهم ريكفرنج خفيف، من البعض منهم اللي شارك في جزء من المباراه بيعمل تمرين طاير امامي، والبعض الاخر داخل الجيم والمختص بتاع الثلج وخلاص ولبس وغادر النادي الاهلي. باقي اللاعبين اللي ما شاركوش يمكن عملوا تمرينات بدنيه ثم دوائر وتمرينات تخصصيه على الجول، وبيختتم دلوقتي بيهم بتشتيمه صغيره يمكن عشان خاطر بيحاول يرفع طبعا الحمل البدني بتاع اللعيبه اللي ما شاركش، عشان خاطر يبقى الحمل واحد بكره في التمرين اللي ما شاركش زي اللي شارك. مين بيتالق قدامك دلوقتي يا شريف في التقسيمه اللي انت بتتفرج عليها دي؟ محمد شريف لفت نظري الصراحه، حاجه يعني كويسه جدا، اجاييه حاجه جامده جدا يعني. سليم اجاييه؟ اجاييه مش عارف قدامي اهو، اجاييه موجود قدامي. محمد شريف لا الاثنين طالعين بمستوى كويس، والاثنين انظار يعني كان لفت نظري الاثنين انظار. ممكن في خط الدفاع انا شايف رامي ربيعه ما شاء الله يمسك خشب، حاجه كويسه جدا يعني، هجمات كتيره بيعرف يفسدها. في حراسه المرمى شايف احمد طارق حارس واعد كويس جدا طبعا. والجانب الاخر شريف ابراهيم طبعا حدث ولا حرج، خبرات كبيره وحارس كبير. يمكن زي ما انا كنت سامعك بتقول في زي فحص طبي لعلي لطفي، علي لطفي النهارده في الجيم، يمكن ممكن بكره في التمرين او بعد بكره بكثير هيكون في التمرين يعني. كويس اكيد يعني خلاص علي بدا يجري في الجيم، بدا يلعب تمرينات قويه، خلاص ممكن بكره ينزل في الملعب. انا متوقع لبكره بعد بكره بكثير هيكون في التمرين بصفه منتظمه. الشيخ في التاهيل يمكن خلاص في مرحله التاهيل في الكوره، خلاص في النهائيات العربي بدري برضه في النهائيات. مؤمن زكريا يمكن لسه قدامه تاهيل، واحمد الشيخ احمد الشيخ كان بيعاني من اصابه. احمد الشيخ كان بقاله فتره بيتاهل، ممكن اشتكى من حكم فكان بيتاهل، كان بينزل التمرين. هو لحد قبل مباراه انبي الراجل كان بيشارك في التدريبات بشكل كويس يعني، كنت شفته في التدريبات بيشارك بشكل كويس، ممكن يكون بقى تعرض لاصابه طفيفه خلال اليومين اللي فاتوا.
النهارده كان تمريناته كلها تاهيليه، ممكن يكون اشتكى من حاجه بس انا شايف خلاص ده هو في المرحله النهائيه من التاهيل يعني، او من يعني ممكن كان حاجه خفيفه يعني. النهارده مثلا في التمرين شريف اشتكى مثلا من حاجه، الدكتور نزل له فطمنه فكمل التمرين، في حاجه ممكن اللعيب يشعر بيها فيخاف يشديهوله على طول، فممكن الدكتور مثلا يفضل راحته يوم او يومين وكده هو او ما يخلوش مثلا يكمل تمرينه. لكن انا شايف الشيخ خلاص في المراحل النهائيه شايف ان شريف اكرامي اللي اشتكى النهارده في التمرين موجود النهارده وبيشارك بكل بيشارك بكل قوه، حسين الشحات مع الزمي فبيهرج بيبارك له على كل اللي جابه. وفي الحقيقه هو تالق المباراه الاخيره يعني، ونتمنى استمراره ومزيد كمان من التالق، لان احنا مستنيين من حسين حاجات كتير جدا، ولازم لو انت شايفه تنقل له ان كل جمهور النادي الاهلي عنده امال كبيره جدا في حسين الشحات، وكل جمهور النادي الاهلي بيسنده بشكل كبير جدا وما يلتفتش لاي كلام بيتقال عليه، وده شيء هيكون مهم وفارق في مسيرته مع النادي الاهلي بكل تاكيد يا شريف. طبعا طبعا حسين الشحات لاعب كبير، لاعب النادي الاهلي، الاهلي يمتلك لاعبين على اعلى مستوى طبعا هنقول له، بس كانت الضغوط العصبيه والنفسيه على لاعب النادي الاهلي، توالي المباريات، ضغط المباريات، الخروج من افريقيا، كل دي كلها ازمات كان لاعبي الاهلي بيعاني منها، ضغوط ضغوط ضغوط، بس واحده واحده خلاص الرسالة بقى مع هذه المواقف كويس قوي ما شاء الله. حسين الشحات بقى له فتره مش كويس جدا بيثبت نفسه، ربنا بيكافئه بهدف ولا اغلى، فهو لعيب مجتهد، لعيب ملتزم، ربنا يديله على دنيته. طبعا من الاضافه لاعبي النادي الاهلي كلهم ملتزمين في التمرين، صالح جمعه اللاعب الواعد اللي هو يعني قدم مستويات الفتره الاخيره ما شاء الله كويسه جدا، التزام ولا اروع ولا اجمل، لاعبي النادي الاهلي بيضربوا مثل في الالتزام. وكمان امير انت موجود في التمرين على طول يعني، شايف حب وشايف ود بتعيب النادي الاهلي على طول، قريبين من بعض على طول، بيهزروا مع بعض، في اخوه ما بينهم، في عشره منهم، في حب ما بينهم، وحط تحت كلمه حب مليون خط، لان هي يعني اهم حاجه في الحقيقه. طبعا لو ما فيش حب من اي في اي فرقه ما بتلاقيش نتائج، ما بتلاقيش المحصله في الاخر ما بتلاقيهاش كويسه، لكن لاعبي النادي الاهلي فعلا بجد انا شايف وبيبقى باين عليهم في معاشرتهم مع بعض كده، لا لا في حب وفي ود وفي تفاهم، فربنا يكرمهم كده يا رب ويكافئهم بطولة الدوري رقم 41، فتخهم بإذن الله يكون مباراة الإسماعيلي ثلاث نقاط جداد وضافوا لسجل النادي الأهلي الموسم دوت، علشان خاطر يقربوا خطوة كبيرة من حسم بطولة الدوري بإذن الله. إن شاء الله. شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهامة جدا، زميلنا العزيز شريف شعبان والمتميز في الحقيقة، واللي قال لنا كل ما يخص تدريبات النادي الأهلي وبتحديد